لكن واضح ان في ناس لو ما اتكلمتش عن النادي الاهلي ما حدش هيشوفها، ودليل ان هم مركزين مع النادي الاهلي. والله العظيم ثلاثه اقسم بالله ان هناك اختراعات بتتقال، اختراعات بتتقال، وما حدش هيجرنا ان احنا نروح لنماذج مش ناجحه او نبقى زيهم. عمرنا ما هنبقى كده ولا اسلوبنا هيبقى كده. الناس سايبه انديتها ومشاكلها وديونها كل حاجه بتتكلم عن النادي الاهلي. فالحقيقه برضو مره تانية انا ما بصادرش على كلام حد، اللي عايز يقول حاجه يقولها، ولكن يا جماعه بالعقل، كابتن سيد عبد الحفيظ ده من وجهه نظري واحد من اساطير اداره الكره في النادي الاهلي، وجهه نظري. نفس الكلام اللي هقوله على كابتن سيد، لانه 7-8 سنين موجود وهيفضل موجود، وهيفضل موجود صدقوني. الفتره دي دايما بتبقى ملتهبه وصعبه شويه، لكن بعد كده الامور بتنتهي. هل حد عنده شك؟ واحد، لا مش 1%، نص من 100% ان كابتن سيد عبد الحفيظ ما بيحبش النادي الاهلي؟ محدش عنده شك في كده ابدا، محدش عنده شك في كده. فعشان كده انا بقول لحضراتكم الموضوع محتاج يهدى، كابتن سيد نفسه محتاج. انا وجهه نظري ان كابتن سيد من في خلال 3 أسابيع شهر هيهدى ويبتدي يفكر هو عايز مستقبله ازاي، عايز الفتره اللي جايه ازاي، عايز يبقى موجود في إدارة الكرة ازاي خلال الفترة اللي جاية، عايز يبقى موجود في الإعلام ازاي خلال الفترة اللي جاية. وجهة نظره، وصدقوني الكل، كل الناس هتساعد. أنا مش عايز أقول دلوقتي حاجات ما يصحش إن أنا أقولها وماليش علاقة بيها، ولكن كل الناس هتساعد كابتن سيد إن هو يكمل شغله، يكمل شغله داخل النادي الأهلي بكل الطرق. مش يكمل شغله مدير كوره، يكمل شغله في حاجات تانية. ايه هي؟ معلش خلونا نستنى وننتظر الايام اللي جايه هيكون فيها ايه.